عليكم السلام دكتوري. واضح جيد. بصراحة قبل لا نبلش المحاضرة لاحظت فد شغلة. بعد ما كملنا الجوريليشن اللي هن اورينتيشن والفيرتيكال والهوريزونتال جوريليشن. What the meaning of articulators? It is a mechanical device. Mechanical device represent the temporomandibular joint, maxillary and mandibular arch. هو فد device مثل ما هاي بالصورة شوفنا. طبعا هذا النوع السيمبل اللي هو أكثر واحد بيهم بسيط، بس خليته هيك كصورة حتى تعرفون، لأن إحنا راح نحكي بالتفاصيل والنوعيات مالتنا أيضا. هو عبارة عن device المفروض يعوض التمبرومانديبولار جوينت المفصل مالتنا، وكذلك الماكسيلاري اند مانديبولار ارش. It can be used to hold the upper and lower cast according to their relationships to facilitate the purpose of diagnosis and arrangement of artificial teeth. إذن هو مصمم ان هو نضبط عليه او نربط بالابر واللور كاست بالعلاقه الخاصه مالتهم السنترك والفيرتيكال دايمنشن اللي ناخذها من البيشنت ماوث. الغايه من الموضوع هي اولا الدايجنوسيس على مود الفحص، وتشوف انه اوكي الكاستات تمام، نوع الاكلوجن هذا دايجنوسيس اوتسايد ذا بيشنت ماوث ضروري جدا. راح تشوف الاطباق، المكانات اللي عندك مثلا بيها اطباق قوي، اكو مكانات مثل ما يصير بيها تاتشنج بتوين الاسنان، كلها راح يبين عندك وين على الارتكليتر يجوز انت اوتسايد ذا بيشنت ماوث، اكو شغلات تسهى عنها او ما تقدر تشوفها. والشغله الثانيه هي arrangement of artificial teeth، هذا ما اللي هو يفيدنا خاصة بالcomplete denture، تصفيط الأسنان وترتيبهن على مود فيما بعد نشيك inside the patient mouth. فهو instrument that acts as the patient in their absence، يعني هو يمثل لنا فم المريض والpatient ما موجود أصلا، وبالتالي provide media for working without the interference ويا cheek واللب والسلايفه والتنك. اكيد راح نشتغل بدون تدخل السوفت تشو مال cheek ولا السوفت تشو مال اللب او بدون السلايفه وكذلك التنك. اذا الارتكليتر هو عباره عن ميكانيكال ديفايس يعوض لنا التمبرومانديبولار جوينت والابر اند لور ارش. شنو هي الفانكشن اوف ذا ارتكليتر؟ النقطة الأولى it allowed most of prosthetic work to be done in the absence of the patient. معظم أعمال البروستاتيك اللي هي تتعلق باللاب وورك العمل المختبري تنجز بغياب المريض absence of the patient. ومن ضمنها طبعا احنا عندنا اللي يتعلق بينا واللي يتعلق ايضا باللاب وورك، بس اللي ما يتعلق بينا هو الدايجنوسيس تريتمنت بلاننج سيتنج اب اوف تيث اند ديفلوبمنت اوف بالانس ارتكوليشن اند واكس اب اوف دنتشرز. يعني معظم البروستاتيك وورك ممكن انه هي تنجز بغياب المريض، اللي هي تشمل لنا اكيد دايجنوسيس بالعياده قلنا بالكلينيك والتريتمنت بلان، وكذلك بما يتعلق بالمختبر سيتنج اوف تيث ولا بالانس ارتكوليشن، وكذلك الواكسنج اب اوف دنتشر تشميع الدنتشر قبل لا ندخلها. طبعا راح تفتهموا هالخطوه بالمحاضرات القادمه، بس هي فشي تتعلق بالعمل المختبري بالتركيب.
النقطة الثانية بالوظيفة هي maintain jaw relation record during setup of teeth. من ناخذ احنا السنتريك ريليشن يعني الهوريزونتال جو ريليشن والفيرتيكال جو ريليشن، واذا اكو حالات ناخذ بها الاورينتيشن جو ريليشن يعني نحتاج استخدام الفيسبوك. هذا شلون مينتيند للعلاقه، شلون نحافظ عليها انه هي نفسها باقيه؟ عن طريق الارتكوليتر، وبالتالي هو مينتين للجو ريليشن ريكورد ديورينج سيت اب. يعني انا اذا ما عندي ارتكوليتر فالعلاقه هاي اللي اخذتها الفيرتيكال والهوريزونتال، بس اشيل الواكس حتى اخلي الاسنان اختفت عندي اصلا ما قدرت اسيطر عليها، بينما على الارتكوليتر من اربط على الارتكوليتر اثبت الارتكوليتر بالطريقه اللي انا جبت عليها الواكس، وذيك الساعه من ارفع الواكس واسوي ارنجمنت للاسنان انا عندي العلاقه ثابته. النقطه الثالثه هي دنتشر ريماونتنج افتر بروسيسنج فور كوركشن اوف اكلوجيال ديسهارموني. طبعا احنا هنا ما كلش جاي تطبق عندنا هاي الخطوه. معنى هذه الخطوه شنو؟ انه احنا من نكمل التركيب نهائيا احنا نكون مستنسخين القالب مال المريض او الطبعه. احنا مو اخذنا الطبعه الاوليه والثانويه وصلنا للسنتريك ريليشن، والطبعه الثانويه نستنسخها يعني ناخذ يعني شلون ناخذ لها برشن مره ثانيه للطبعه نفسها، ويصير عندنا كاستات اثنين، وحده نضمها وحده نستمر بالعمل عليها اللي ناخذ عليها السنتريك والفيرتيكال دايمنشن. من نكمل ورا الفيرتيكال والسنتريك ريليشن راح نصفط الاسنان ونشيكها في فم المريض. من نضبطها ونكمل ايضا الطبخ مال التركيب مالتنا، بالامكان نرجع لهذا القالب اللي سويناه وعلى نفس العلاقة على الارتكوليتر حتى نضبط الاطباق مال المريض اللي هو الاكلوجيال ريليشنشيبس. فاذا كان عندي اكلوجيال ديس هارموني ممكن انه انا اعالجه قبل لا البس التركيب للمريض. اعيد هذه الخطوه، انه التركيب من بلشنا بقالب اولي، هاتين من عندنا، اجينا للخطوه اللي بعدها اللي هي القالب الثانوي، وصار عندي دنتال كاست، انتهينا منه. الكاست هذا استنسخه او اسوي من عنده نسخه بطريقه معينه اللي هي مال قالب، يعني امبرشن، شلون ناخذ الامبرشن مره ثانيه ونصبها فيصير طبعتين عندي، وبالتالي كاستات اثنين. وحده من الكاستات اخلي عليها البايت مالتي ريكورد بيز وبايت، واخذ سنتريك ريليشن وتجيني من المريض واسوي عليها ارنجمنت تصفيط للاسنان، وبعدين البس المريض اشيكه وبعدين اسلم التركيب. من قبل لا يستلم التركيب يعني ينطبخ كامل، وهو قبل موعد التسليم اقدر اربط هذا التركيب مالتي على السكندري كاست اللي استنسختها اصلا، وارجع اربطهم على الارتكوليتر بالعلاقه اللي هي الطبيعيه مال البيشنت من ناحيه الفيرتيكال والهوريزونتال جوريليشن، واضبط الاطباق وهو على الارتكوليتر، يعني تركيب كامل واضبطه على الارتكوليتر. هذه هي الشرح مال النقطه الثالثه اللي هي الدنتشر ريماونتنج، اعاده ربط الدنتشر. ريماونتنج هو ربط الكاست للارتكوليتر، الماونتنج معناها ربط الكاست للارتكوليتر. فدنتشر ريماونتنج يعني نرجع نربط الدنتشر ويا الكاست على الارتكوليتر افتر بروسيسنج، ورا ما احنا اصلا حصلنا على الدنتشر معامله كامله. الغايه منه هو كوركشن اوف اكلوجيال ديس هارموني. زين، شنو الريكوايرمنت اوف ارتكوليتر؟ ات ماست بي اكوريتلي مينتيند سنتريك ريليشن اور اكلوجن. لازم يحافظ وبصوره صحيحه على السنتريك ريليشن والاكلوجن الاطباق. كاست ماست بي ايزلي اتاتشد اند ريموفد. المفروض بسهوله نقدر نثبتها على الارتكوليتر وبسهوله الرفع، هذا من المواصفات الواجب توفرها بالارتكوليتر. ذا بن، البن نقصد به هذا الصوره اللي تشوفوها قدامكم، هذا السيلفر هو اللي نازله على الانسايزل تيبل على هاي القطعه البيضاء اللي جواها، هو هذا البن. السيلفر هذا البن وهذا الانسايزل تيبل بالاند مالتها. فالبن must adjust to contact ويا الانسايزل تيبل، هذا اللي جوا المفروض اكو كونتاكت بيناتهم بطبيعته هو اصلا كارتكوليتر. الرابعه it must be open and closed in a hinge.
يعني المفروض قابل للفتح والغلق ان هنج. الهنج معناه هنج اكسس احنا نسميه، يعني محور، محور عابر للكوندايلر من السايدين، وهذا قابل انه هو بس فقط محور اللي هو يفتر دائر ما دائر الماندبل اوبن اند كلوزد، يعني مو ينفتح بطريقه وينسد بطريقه ثانيه او ينفتح وما يرجع ينسد، لا اوبن اند كلوزد اون ا هنج، نفس المحور هذا اللي داير ما داير اللي هو هذا المفصل مالته اوبن اند كلوزد. There must be adequate distance between the upper and lower arm. أكيد المفروض أكو فد مسافة بين الأبر واللور على مود مكان الكاستات الأبر واللور. سادساً it must be stable on the workbench. المفروض يكون من أخليه على الميز مالتي وأنا أريد أشتغل يكون stable. وتشوفون أنتم أكو بي أرجل بحيث أنه يكون مستقر الارتكوليتر وما بحركة، لأن أنا راح يعتمد هذا على arrangement of dentition وعلاقة الcentric relation وراء تأخذ الإكسنتريك البروتروسيف، فلازم يكون stable وأنا أخال على الworkbench على المصطبة مالتي العمل مالتي. آخر واحدة it must not be too heavy. أكيد الوزن، لأن الوزن يعرقل العمل مالتي أنا سواء أشتغل على دنتال تكنيشن أو الدنتست نفسه راد يسوي أرنجمنت عليه أو ريكورد للريليشن، فما يصير أنه هو يكون تو هيفي. إذن ذني سبع نقاط تتعلق بالأرتكولر أرتكوليتر ريكويرمنت، أكيوريت لمينتين سنتريك ريليشن، الكاستات تكون بسهولة أنه هي نخليها ونرفعها من الأرتكوليتر، البن تاتش للانسايزر تيبل، المفروض ان هو اوبن وكلوزد ان هنج، الديستنس بين الابر ممبر واللور ممبر كافيه انه احنا نخلي بيها الابر واللور كاست، ويكون ستيبل اون ورك بنش، واخر وحده نوت تو بي تو هيفي، مو ثقيل جدا. هسه نجي للتايب اوف دنتال ارتكوليترز. اول نوع هو سمبل هنج ارتكوليتر كلاس 1، النوع الثاني هو مين فاليو اور فيكست كوندايلر باث ارتكوليتر كلاس 2، النوع الثالث هو ادجستبل كوندايلر باث ارتكوليتر واللي بي تو تايبس، سيمي ادجستبل كوندايلر باث ارتكوليتر كلاس 3 والفولي ادجستبل كوندايلر باث ارتكوليتر كلاس 4. هسه راح نحكي بالتفاصيل عن كل واحد منهم. تايب 1 سمبل هنج ارتكوليتر، صراحه كاستخدام لهذا الارتكوليتر السمبل شائع عندنا صراحه، يعني بالمختبرات شائع، بس هو علميا المفروض نطبق عليه النقطة الثالثة اللي أمامكم very limited value in restorative dentistry and prosthodontic، المفروض أنه هو الاستخدام مالته قليل جدا بما يتعلق بالrestorative dentistry والprosthodontic، والسبب أنه هو بي فقط single hinge movement بس ينفتح وينسد، لا اكو lateral movement ولا اكو protrusive movement ولا اكو bent movement، ماكو حركات بي نهائيا، فقط انه هو يفتح وينسد، ينفتح وينسد، لذلك علميا المفروض very limited value in restorative dentistry and prosthodontic. راح تقولون دكتور هل هو فعلا very limited؟ لا، 90% من المختبرات جاي يشتغلون اذا مو اكثر بهذا النوع من الارتكوليتر، والسبب هو الكوست، الكوست مالته قليلة جدا، فالاستخدام متوجه عليه هو سمبل باليوز، بس مجرد نربط الكاستات وانتهى الموضوع، والكوست مالته يعني هذا يجوز 2 او 3 دولارز هذا اللي تشوفوه قدامكم، فانه ما بي كوست، رخيص جدا، فالاستخدام مالته جدا شائع، بس هو المفروض وعلميا very limited value in restorative dentistry and prosthodontics، يعني المفروض الاستخدام مالته قليل جدا.
هذا هو simple hinge articulator. ال possible movement اللي ممكن يعني مو شنو التحركات اللي ممكن نحصل عليها من هذا الارتكوليتر ما به هو بس open وclose. This type of articulator only opening and close movement. يعني بس ينفتح وينسد خلاص. زين أنا البيشنت ماوث بس ينفتح وينسد ما يجي left right protrusive. فأنا إذا ضبطت اللي ينفتح وينسد فقط هذن التحركات البقية شلون راح يصير أنا inside the patient mouth؟ راح يصير إحنا نسميها ربش يعني عمياوي، يعني من راح يجي التركيب راح يجي بدون توجه أصلا. زين record required شو يسجل لنا؟ يعطينا هذا vertical dimension of occlusion وcentric relation record. بس كبروتروزف يعني الاكسنترك كلهن ما يعطيني اياهن، اللي من ضمنهن البروتروزف قلنا ذاك اليوم شرحناها، واللاترال موفمنتس وليفت رايت ايضا ما يعطينا اياها. فهذه ما نقدر نحصل عليها بالسمبل هنج ارتكوليتر. لذلك ولهذا الاسباب فهو ليميتد يوزد المفروض ان دنتال اني ريستوراتيف اند بروستودونتيك تريتمنت. النوع الثاني هو تايب 2 مين فاليو ارتكوليتر او نسميه فيكست كوندايلر باث او انجل. الكوندايلر انجل فيكست ات 30 ديجري. يعني هذا الارتكوليتر اللي تشوفوه قدامكم الكوندايلر انجلز اللي هي بمكان التمبرومان دوبيولر جوينت بها زاوية ثابتة. طبعا هي هل الزوايا تختلف بين المرضى؟ اكيد تختلف من مريض لمريض. هنا الارتكوليتر هذا النوع مثبتين الزاوية اللي هي بمكان التعويض التمبرومان دوبيولر جوينت بهاي الاريا بثلاثين انجل، باعتبار انه او 30 الى 40 باعتبار انه المعدل مال الزوايا عند المرضى هي 30 الى 40. بس هل اكو اقل؟ اي نعم اكو، اكو مرضى يجوز 25 27. هل اكو من اكثر من 40 باعتبار انه فرضنا الزاوية من 30 الى 40؟ اي نعم اكو، اكو 45. فبس هذا الارتكوليتر مثبتينه مين فاليو، ماخذين معدل الزوايا وبالتالي انه هاي انت كزاويه بالكوندايلر باث الفتح والسد مالت الارتكوليتر هذا كزاويه مثبتيها اصلا الحركه اللي بيها ب 30 ديجري، ما ممكن انه هي تتغير. بس بكل الاحوال هو افضل من السمبل هنج لان اكو كوندايلر باث، اكو نوعا ما انه هو سيميوليت للكوندايلر موفمنت، يعني مشبهين للحركه مال التمبرومان دوبيلر جوينت بزاويه قدرها 30. زين هل يعطينا lateral movement؟ ايضا ما يعطينا lateral movement. Permit horizontal and vertical movement but not orient motion to the temporomandibular joint. يعني مو كل التحركات في temporomandibular joint. يعطينا horizontal قليل اللي هي بس البروتروسف. زين الفيسبوك نقدر نستخدمه ويا التايب 2 مين فاليو؟ نعم. فيسبوك ريكورد ان سم ديزاين اوف ذيس articulator. طبعا المين فاليو او اسمه الثاني فيكس كوندايلر انجل هذا الارتكوليتر بنوعيات بالامكان انه احنا نربط لها الفيسبوك، بس السمبل هنج ارتكوليتر لا مستحيل يربط الفيسبوك له، ماكو هيك. زين النقطه الخامسه بروديوس ان ابروكسيميشن اوف كوندايلر موفمنت ان يوز تو ديزاين اند بريبير كومبليت دنتشر اند سمبل ريستوريشن. سمبل ريستوريشن اوكي، وحتى كيسات الكومبليت دنتشر نقدر نستخدم هذا المين فاليو او الفيكس كوندايلر انجل اللي هي مقدارها 30 ديجري. وقلنا بي ايضا لاترال موفمنت ما موجوده يعني ليفت رايت. هل بي كل الهوريزونتال ما بي؟ هاي انتبهوا لها عافيه. بي هوريزونتال لو ما بي؟ اي نعم بي. يا هي الهوريزونتال البروتروسف للامام، للامام ممكن بس لاترال ما ممكن. فخاف اجيب لكم يا بهذا بي فيرتيكال اند هوريزونتال. اي نعم بي فيرتيكال اند هوريزونتال بس لاترال ما بي. هوريزونتال تشمل لنا بروتروسف يعني للامام، وتشمل لنا ليفت ورايت يمين ويسار،
وبروت روزف للامام. هذا بي البروت روزف، بس الليفت والرايت اللاترال ما بي، فنو لاترال موفمنت بس بروت روزف موجود. زين البوسيبل موفمنت ذاك كان سمبل هنج ارتكليتر فقط اوبن اند كلوز، هنا انا اوبن اند كلوز، وبروت روزف movement at a fixed condylar bath angle اللي هي مقدارها 30 degree. النوع الثالث، طبعا هن الثالث والرابع ضمن الادجستبل، انا قسمتهن يعني فصلتهن حتى هاي. فالادجستبل الاول مالته هو تايب 3 سيمي ادجستبل، واللي بعده يكون فولي ادجستبل. انتبهوا لهذا، recommended for most dental restoration، هاي مهمة. إذا most dental restoration خاف تجيكم، هل هو semi fully mean semi adjustable هو اللي recommended for most dental restoration، وراح بعدين من ناخذ الفولي راح أقولكم ليش الفولي مو هو الموست ريكومندد، باعتبار أن ذاك فولي adjustable. كل التحركات شنو يجيب بالك هم مسوي وكأنه جايبين تمر ماندبلور جوينت وخلينا على الارتكليتر، كل التحركات يجيبين يمين يسار بروتروسيف سبنت موفمنت أو بنكلوس كلهن. بس ليش هذا الموست ريكومندد من ناخذ التايب 4؟ هسه راح أذكر لكم إياه. زين more accurate than average value أو المين فاليو، النوع القبله، النوع القبله اسمه مين فاليو أو الأفرج فاليو أو الفيكس كوندايلر باث أنجل اللي هي 30. هذه الأسماء تعود للنوع اللي قبله. مور أكيوريت ليش؟ لأن الزاوية ذيك مالت الكوندايلر باث أنجل 30، هنا الزاوية بالكوندايلر باث مفتوحة حسب حالة المريض أو الزاوية الموجودة بالبيشنت ماوث بالمضبوط. زين allows increase of vertical dimension occlusion by raising height of articulator bin. شنو نقصد بهذا النقطة؟ جانا مريض، النقطة الثالثة، جانا مريض وعنده attrition بالأسنان مالته، يعني الأسنان مالته خلينا هذا على سبيل المثال جاي لكم، الأسنان مالته متآكلة مقصوصة، شلون باقي نص الأسنان بالضبط بسبب أترشن، هذا المأكول من السطح الأسنان الفوق الإنمل كله مأكول طبقة، فصاير له فقدان بالفيرتيكال دايمنشن، يعني الفيرتيكال دايمنشن مال المريض مو نفس القديم مالته لأن الأسنان متآكلة الأبر وي اللور، فقال الفيرتيكال دايمنشن يعني هذا مو مالته الطبيعي. زين وردت انا ارجع للفيرتيكال دايمنشن القديم مالته. زين جيد، شلون اسوي له في الجهاز بايت او فد شيء على الاسنان مالته حتى احصل على الفيرتيكال دايمنشن القديم مالته؟ عن طريق هذا الارتكليتر، ناخذ الريليشن مباشره يعني طبقا الكاستات ابر لور ونربط على الارتكليتر، ولان هو مثل التمرو مادوبيلر جوينت مال البيشنت بامكاننا نفتح البن هاي اللي هي اصلا تاتش للانسايزل تيبل، نرفعها 1 الى 2 ملم، نفتح الاطباق ونخلي بيناتهم اكريليك اللي نريده حسب زياده الارتفاع الطبيعيه سواء 1 او 2 ملم بين الابر واللور كاست، بالامكان نستخدم هذه الطريقه. فهذه هي الشرح للنقطه allowed increase of occlusal vertical dimension by raising the height of articular bin، يعني نفتح هذا البن فقط نرفعها مليم او مليمين والكاستات اوريدي هن راح ينفتحن واحد عن الثاني، لان وكانه شلون فتحنا احنا الارتكليتر سوينا له اوبننج، فمن رفعناه مليم مليمين خلينا الماتيريال اللي نريدها بين الابر واللور ارتش اللي هي عاده اكريليك، وبعدين نسلمها للمريض وهي هاي اعتبرت بايت رايزنج ابلاينس. فد يعني شلون الدنتشر يصير يفتح لنا الاطباق. زين النقطه الرابعه از ذا اوبريتر تشويس، لها علاقه بالنقطه الاولى باعتبار انه هي ريكومندد فور موست دنتال ريستوريشن، هذا الارتكليتر هو يفضل بمعظم الريستوريشن الدنتال، فهو اكيد الاوبريتر تشويس، اكيد اختيار الاوبريتر او الدنتست. الريكورد اللي يعطينا اياها شنو؟ فيسبو ريكورد، بكل الفيسبو بامكاننا نستخدمه ويكل انواع السمي ادجستبل ارتكليتر، بينما
ما نقدر نستخدمه بالسمبل هنج، ونستخدمه بارتكوليترات معينات اللي هن المين فاليو، نوع معين من المين فاليو، مو كل المين فاليو نقدر نستخدمه، بديزاينات معينه نقدر نستخدم الفيس بور ريكورد، بينما هنا لا نقدر نستخدم الفيس بور ريكورد. اكيد اذا استخدمنا الفيس بور ريكورد باعتبار انه هو الفيس بو، انا شارح لكم اياها، يسوي لنا ماونتنج للابر كاست، فانتر اكلوجن ريكورد على مود اللور كاست بالامكان استخدامها ايضا. وبروتروسيف ريكورد، اكيد البروتروسيف هي موجوده بالمين فاليو وموجوده بالسيمي ادجستبل، بس ما موجوده بالسمبل هنج، لان قلنا سمبل هنج فقط اوبن وكلوز. المين فاليو يعطينا اوبن وكلوز وبروتروسيف، هنا انا يعطينا اوبن وكلوز وبروتروسيف ولاترال وهوريزونتال ايضا البروتروسيف. وهسه راح نشرح لكم شلون انه هو يسوي لها ريكورد. هذا النوع من الفيس الارتكوليتر يعتمد لنا على الفيسبو ترانسفيرس اند بروتروسيف كوندايلر باث اوبتيند فروم ذا بيشنت ماوث while the lateral condyler path is adjusted according to an average value by special formula. يعني البروتروزف يعني تقديم الماندبل للأمام، هذه طبعا يمتى تجي الحالة، احنا مو أخذنا centric relation و vertical dimension وصفطنا الأسنان مالتنا رتبناها، ذيك الساعة ناخذهن للبيشنت ماوث ونخليه يطبق بحالة البروتروزف، مقدم الفك مالته للأمام، ونجيبها نفسها العلاقة ننقلها للأرتكوليتر. هذا الأرتكوليتر يسجل لنا البروتروزف نفسها، نقدر نضبطها على الأرتكوليتر، بس اللاترال ما ممكن تجيبها من البيشنت ماوث مباشرة على الأرتكوليتر، تحتاج إلى فورمولا أو معادلة. اللاترال سوينا هوريزونتال على 8 زائد 12 يسموها هاناو فورمولا. ال H هي البروتروسيف يعني الهوريزونتال، وال L هي اللاترال موفمنت. يعني البروتروسيف موفمنت ما موجوده بالسمبل هنج ارتكوليتر، بس موجوده بالمين فاليو، وموجوده وين؟ بالسيمي ادجستبل ارتكوليتر. البروتروسيف موفمنت يعني تقديم الفك للامام، ممكن انه احنا نفس التقديم الفك مال المريض نضبطه على الارتكوليتر، ممكن بمن؟ بالسيمي ادجستبل وبالمين فاليو، بس ما موجود بالسمبل هنج ارتكوليتر. زين اللاترال موفمنت ما موجوده بالسمبل هنج ولا موجوده اصلا بالمين فاليو، بالسيمي ادجستبل موجوده بس ما نقدر مباشره ننقلها من البيشنت ماوث، لا نحتاج الى معادله. المعادله تعتمد لنا على الهوريزونتال او البروتروسيف، فاللاترال تساوي لنا البروتروسيف او الاتش هوريزونتال على 8 زائد 12 تعطينا اللاترال، ونقدر نضبط السيمي ادجستبل ارتكوليتر على ضوء هذه المعادله. زين البوسيبل موفمنت قلنا اوبن وكلوز، هذه موجوده بكلهن. بروتروسيف هذه موجوده بالمين فاليو، موجوده هنا، بس قلنا according to horizontal condylar path determined from the patient، البروتروسيف اللي هي اللاترال نطلعها من معادله. زين لاترال موفمنت نحصل عليها من الفورمولا، يعني البروتروسيف موفمنت مباشره من البيشنت ماوث، بس اللاترال كوندايلر باث ذاك كان هوريزونتال كوندايلر باث، اللاترال كوندايلر باث نحصله من اللي هو ال من معادله الهوريزونتال كوندايلر باث اللي جبناه من فم المريض تقسيم 8 زائد 12 يسمونها هناو فورمولا. زين المين ديس ادفانتج اللاترال كوندايلر باث انه احنا نحصلها من هذه المعادله، يعني ايش ما يكون هو من معادله فتشي تقريبي، يعني مو اللاترال مالت البيشنت كوندايلر باث 100%. هذه هي المين ديس ادفانتج اوف سيمي ادجستبل ارتكوليتر، يعني التحركات اللي ناخذها على الارتكوليتر يمين ويسار ليفت ورايت احنا نجيبها من معادله بالاعتماد على الهوريزونتال كوندايلر باث على 8 زائد 12 نحصل على اللاترال، ونضبط الارتكوليتر على ضوء هاي المعادله مو على ضوء البيشنت ماوث، ولان هي مو على ضوء البيشنت ماوث فصارت في شيء تقريبي.
مو نفسها مضبوطة 100%، ولا إن هي تقريبي فنعتبرها هذه كديس أدفانتج بالسمي أدجستبل أرتكليتر، بس يبقى هو الموست ريكومندد ديزاين أوف أرتكليتر تو بي يوزد باي أوبريتر. النوع الأخير هو الفولي أدجستبل أرتكليتر، هذا allowed accurate replication of a three-dimensional movement of recorded mandibular motion. هذا قلنا يعطينا three-dimensional. هذا fully adjustable اللي تشوفونه قدامكم هو نفس التمر mandibular joint بالضبط مالت البيشنت بالضبط. كل الريكورد بي face for record, interocclusion record, protrusive, lateral، شنو من تحركات تجي ببالنا احنا ممكن يحصلها التمر ماندوبيلر جوينت يسويها، ممكن للارتكليتر يسويها. ليش قليل الاستخدام؟ لان كومبلكس كان also utilize more، طبعا كومبلكس بالورك مالته باكثر من شغله لازم نسويها، فلان هو كومبلكس راح يعرضنا للخطا اكثر، لذلك كان السمي ادجستبل ارتكليتر اكثر شيوعا من عنده، لان شويه ابسط من الفورم مالت الفولي ادجستبل ارتكليتر. طبعا يستقبل كل نوعيات الفيس بو ويسجل لنا كل اللاترال موفمنت. المين ديس ادفانتج مالتيبل ريكورد ار ريكوايرد وذ بوسيبيليتي اوف ايرور. كومبلكس الورك مالتي كومبلكس، لازم تضبط اللاترال والهوريزونتال البروتروزف العفو واللاترال، وبنفس الوقت الأوبن والكلوز بعدة تفاصيل دقيقة، وهذه التفاصيل الدقيقة كل ما يزيد، كل ما تزيد التفاصيل كل ما يكون عرضة possibility of error للأخطاء. لذلك السمي adjustable are usually enough for complete denture construction. هنا أنا ما ذاكريها، هذا المن الانديكيشن للكيسات for full mouth rehabilitation احنا نسميهم، يعني مو complete denture. الcomplete denture هو أبر لور ينتهي موضوعه، الfull mouth rehabilitation لا، يعني مريض عنده مثلا فد 5-6 أسنان أبر وثلاث أربع أسنان لور وما ملتقيات بيناتهن وبيهن أترشن وكارياس، فد كيسات complicated كلش نستخدم لها هذا الfully adjustable، نسميها الكيسات full mouth rehabilitation، إعادة تأهيل للماوث كله. طبعا وموجودة بي dentition بي أسنان complete denture، او اللي هو يعني الامبلانت اوفر دنتشر ممكن همين، هذا يعتبر من ضمن الفول ماوث ريهابليتيشن. هسه اخذنا النوعيات الاربعه اللي هي سمبل هنج والمين فاليو او الافرج فاليو او الفيكس كوندايلر باث اللي هي 30، والسيمي ادجستبل ارتكليتر اللي قلنا الاكثر شيوعا by the operator or dentist الاستخدام for restorative، وقلنا وسولفنا عن fully adjustable اللي هو more complex أو complicated اللي احنا نستخدمه بال full mouth rehabilitation، ولأن be possibility of error فنتوجه إلى استخدام semi adjustable articulator. حس ديفايس طبعا انا شارح عنه سابقا، راح نرجع عليه في شيء بسيط، هو الفيسبو. الفيسبو is a caliber like device that used to record the relationship of maxilla to temporomandibular joint or the opening axis of the jaw and to orient the cast in the same relationships to opening axis of the articulator. الكونسستنسي مالته هو يو شيب فريم وكوندايلر رود والفورك، وهذا الصورة هي بيها أوضح كوندايلر رود واليو شيب، هذا المتل اللي هي داير ما داير الفيس، والكوندايلر رود اللي هي نخليها على الإذن، البايت فورك اللي هي بين الأبر واللور، ولوكينج ديفايس هذا المفروض يعني لما نضبط المكانات مالته نضبه منه. الاستخدام مالته هذا اصلا حتى شنو يكون؟ لما نباوع له هورزنتالي يعني او لاترالي او من هاي الجهه، من نباوع للفيس مالته المفروض هذا المتل اللي هو مالت اليو شيب فريم لاترالي، هذه المنان الجزء هذا بارلل للاله تريجس، اله اوف ذا نوز وتريجس اوف ذا اير، يعني من النوز للاير من نجر هذا الخط المفروض هذا المتل بارلل الها.
واذا باوعنا بالفرونتال فيو المفروض هذا اليو شيب فريم برل للانتربيوبيلاري لاين لما نخلي فد لاين مستقيم بين البيوبلز اوف ذا اي. فهذا من هنا اللاين المستقيم between the pupil parallel هذا المتر من الباوع للفرونتال من الباوع من الامام. المريض اذا نخليه قدامنا المفروض الخط اللي نمده بين البيوبل اوف ذا اي بين العينين مال المريض parallel لهذه اليو شيب فريم. ولا ترى لي من الباوع للصفح او من الجهه المفروض هذا اليو شيب parallel للالتريجس لاين او الكامبر لاين احنا نسميه. لما يكون البرارل اثنيناتهن look the device نضبه بهذا الطريقة يبقى ثابت على هاي الهيئة. ولأن يبقى ثابت نجي نقله للارتكوليتر. الارتكوليتر بي مكانات بالضبط يستقبلنها، يعني مكان يستقبل هذه الجهة اللي هي كوندايلر رود بمكان الإذن مال البيشنت موجودة على الارتكوليتر، فبس تخليها ضبطت وكأنه أنت نقلت التوجه مالت الأبر كاست نفسه نقلت على اليمن على الارتكوليتر. وقلنا الغايه من الفيسبوك هو ماونتنج او يربط لنا الابر كاست ويوجه لنا الابر كاست ويا وجه المريض ويا التمبرومانديبولار جوينت حتى الاورينتيشن جو ريليشن هاي شرحناها محاضره على مود التوجه مالت الابر كاست. اما اللور كاست بعدين نحصلها من انتر اكلوجن ريكورد فد شمع او فد شيء بين الابر واللور كاست ونربطها ايضا للارتكوليتر. شغل الفيسبو يكون ويا الابر كاست فقط. هاي بس اريد نعرف فد انواعها فقط تايب اوف فيسبو اتس اوف تو تايب بس احفظوهم لاني اربتراري بس انواعها يعني ماكسيلاري فيسبو وكاينماتيك اللي هو ماندبولار فيسبو. هذه تايبس اوف ذا فيسبو. زين طبعا هو هنا من تقرون اربيتراري ماكسيلاري ويعني هذا مو معناه انه هو توجه الماندبل ايضا توجه الماكسيلاري كاست بس اسمه لان الهيئه مالته تختلف عن الاربيتراري. ارتباط الفيسبوك يكون ويا الابر كاست. What's the importance of Facebook? An arbitrary mounting of maxillary cast. إذا ربطنا الماكسيلاري كاست بصورة arbitrary بصورة عشوائية mounting يعني arbitrary mounting of maxillary cast ربط الماكسيلاري كاست mounting على الارتكوليتر نقصد بصورة عشوائية without a Facebook بدون استخدام الفيسبوك can introduce error in the occlusion of finished denture تولد لنا احتمال اخطاء بالاطباق of the finished denture. ليش؟ لان قلت لكم احنا هذه تاخذ لنا orientation تاخذ لنا توجه الدنشر الفاينل على البيشنت ماوث ضروري جدا الفيسبوك. اذا ما موجود هذا التوجه فاحتمال يطلع لنا مايل الدنشر اصلا نازل من جهه صاعد من جهه ثانيه لان احنا اعتمدنا على الكاست اصلا البيز اوف ذا كاست اللي احنا اصلا من نصبها راح يصير بها وارد الاخطاء. زين فيسبو ترانسفير allowed minor change in the occlusal vertical dimension on the articulator without having to make a new maxillomandibular record. هذه من الساعه اللي حكيتها قلت باعتبار انه جانا مريض وعنده اترشن او تاكل بالاسنان الابر واللور ودجريز بالفيرتيكال دايمنشن وانا اريد ازيد للفيرتيكال دايمنشن او ماينر تشينج هاي على سبيل المثال او حالات اخرى ممكن انه احنا نسوي ماينر تشينج في التغييرات بسيطه بالاكلوجال فيرتيكال دايمنشن بالامكان نعتمد على الفيسبو ونربط للارتكوليتر ونفتح الاطباق بدون العوده الى المريض مره اخرى. النقطة الأخيرة it is helpful in supporting maxillary cast while it is being mounted on the articulator. أكيد يعني إحنا هو الفيسبوك راح إحنا من نسحب البايت من البيشنت ماوث يعني الفيسبوك نرفعه ويا البايت مثبتة أصلا البايت مثبتة على الفيسبوك ثابتة وراح نرفعها من البيشنت ماوث البايت راح نخلي عليها الكاست أكيد راح يسوي لنا support راح يدعم لنا هذا الكاست
والبايت بمكان هني ثبتهن اثناء ما احنا نسوي ماونتنج على الارتكوليتر، اثناء ما احنا نثبته على الارتكوليتر. فهذه صارت الامبورتنس اوف فيسبو، اذا ما استخدمناه معرضين للخطا بالاكلوجن، وبالامكان انه احنا نسوي ماينر تشينج بالفيرتيكال دايمنشن عن طريق استخدام الفيسبو. واخر وحده هي يدعمنا الماكسيلري كاست، لان هي والبايت مالتها يثبتهن بين ما احنا نسوي ماونتنج على الارتكوليتر. And thank you. الهانيو فورميلا ممكن ايه هسه تمام. اللاترال موفمنت ما ممكن احصل عليها بالسمبل هنج ارتكوليتر، وما ممكن احصل عليها بالمين فاليو او الافرج فاليو، احتاج الى استخدام السيمي ادجستبل ارتكوليتر. هاي انتهينا من عندها. زين، اللاترال نفسها وبحد ذاتها ما موجوده من ضمن ديزاين السيمي ادجستبل ارتكوليتر، فأحتاج إلى معادلة حتى أحصل على هذا اللاترال موفمنت. يعني الارتكوليتر شلون أقدر أحركه يمين ويسار؟ هو يتحرك، تقدر تجيبه 3-4 مليم يمنى ويسرى، بس مو نفس المريض هذه. فحتى أضبط البراغي مالته بطريقة بحيث أنه هو يتحرك فشي تقريبي إلى المريض، أحتاج إلى معادلة. هذه المعادلة هي أنه اللاترال تساوينا الهوريزنتال أو البروتروزف للأمام على 8+12، راح تطلع لي منها قيمة. هاي القيمة أضبط الارتكوليتر الزوايا مالته كلاترال موفمنت على ضوء هاي القيمة اللي طلعت عندي، وبالتالي بالإمكان أنه أنا أحصل على اللاترال موفمنت. هذه بالسيمي أدجستبل ارتكوليتر. تمام، يعني نطلع اللاترال بدلالة البروتروزف. عفية عليك، عاشت إيدك. مضبوط، تمام دكتور، شكرا. دلل. ارتكل زين. الارتكليتر النوع الثالث من الارتكليتر هو هذا اللي شرحناه، يعني النوع الثالث هو السيمي ادجستبل ارتكليتر. قلنا بي البروتروسيف موفمنت بالإمكان أنه إحنا نحصل عليها open وclose أكيد، واللاترال موفمنت، وقلنا اللاترال نحصلها بدلالة مثل ما ذكر زميلكم البروتروسيف اللي هي سوينا الH الهوريزنتال البروتروسيف على 8+12. طبعا هو أكثر دقة من الأفرج فاليو، وهو الموست ريكومندد والأكثر استخداما، ويقدر يسجل لنا الفيسبوك ريكورد والانتراكلوجن ريكورد والبروتروزف واللاترال. بالإمكان أيضا نحصل عليها من معادلة، وقلنا هاي التحركات مالت الأوبن كلوز بروتروزف واللاترال أيضا ممكن أن احنا نحصلها، يعني بروتروزف يقدم الفك للأمام المريض وناخذ الإطباق نفسه ونجيبه نخليه على الارتكوليتر. اللاترال لا، ما نقدر نخليه يجيبه لاترال وناخذ الإطباق ونجيبه على، لا نحصلها من معادلة بدلالة هذه البروتروزف أو عن طريق البروتروزف موفمنت. زين، المين ديس أدفانتج مالته هو اللاترال كوندايلر باث، نحصلها من معادلة، ولأن إنه إحنا نحصلها من فورمولا فصار بها يعتبر كديس أدفانتج، لأن هي ما مطابقة للزاوية مالت فم المريض 100%. هذا بالنسبة للنوع الثالث. تايب 2، تايب 2 مشتفى النقطة الرابعة. تايب 2 ما أفتح إيش تقصد يعني النقطة الرابعة، يعني تايب 4 أرتكوليتر تايب 2 النقطة الرابعة. تمام، يعني إذا تقصد على الفولي أدجستبل أرتكوليتر، هذا يعطينا كل التحركات
فيسبو انتر اكلوجر بروتروزيف لاترال كل التحركات يقدر يضبط لنا اياها الفولي ادجستبل. بس ما دام كل التحركات معناها شوف هاي اذا تلاحظون هواي بيفد براغي وهاي كل برغي معناها فد حركه معينه بلاترال بروتروزيف للامام ولان بي هوايه شغلات لازم نضبطها فهو معرض للايرور. فلازم اولا نستخدمه بالكلش كومبليكيتد كيسز اللي هي فول ماوث ريهابليتيشن. والشغله الثانيه لازم الشخص اللي يشتغل عليه يكون بروفيشنال يعني هو اختصاصه يشتغل عليه لان هذا صعب. هذا بالعكس بي سيف ذو حدين، يا اما انه انت تكون بروفيشنال ويا تضبطه بطريقه صحيحه بحيث تقدر تستفاد منه ماكسيمم بنفيت، او لا يصير عليه التاثير عكسي بالعكس نتائجه تكون سلبيه. Facebook record and some design of these articulator. أي ال ال ها ال 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 هذا النوع اللي هو ال mean value أو ال average value هذا ما يستقبل إنه كل أنواع Facebook record and some design of these articulator. يعني articulator هو ال mean value خو مو شكل واحد هسه تذني شكلين هسه قدامك أنت جاي شوفين ذني شكلين. وأكو بعد هواي أشكال بس هن كلهن mean value articulator كلهن بيهن condyler angle fixed at 30 degree. أكو نوعيات بيهن يستقبلن الفيسبوك وأكو أصلا من صمموهن ما يستقبلن الفيسبوك. هاي الشرح مال هذه النقطة سألت عنها. لذلك Facebook record and some design of this articulator يعني هالستة هاي الصورتين اللي تشوفوها أمامكم هن اثنيناتن mean value واثنيناتن condyler angle fixed at 30. هذا ما يستقبل واحد يستقبل أو اثنينات ذني ما يستقبلين. أكو نوع ثالث يستقبل على الفيسبوك. فهمتني هيك القصد يعني بالديزاين مال الارتكليتر أكو من يربط به الفيسبوك وأكو من ما يربط به. هاي الشرح مال هاي النقطة.